مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نبدأه كالعادة بالعناوين. حملات توعوية للحد من حوادث الطرقات خلال عطلة عيد الفطر، والعائلات تتابع آخر تحضيراتها للمناسبة. لجان الرصد والتحري ومواطنون يتقصون هلال شهر شوال ويرفعون إفاداتهم لمفتي الجمهورية لتحديد أول أيام عيد الفطر. توقيع اتفاقية الزيادة في الأجور في القطاع السياحي للسنة الحالية بين المنظمة الشغيلة وجامعة النزل، والاتفاق على مفاوضات ترتيبية ومالية. مع اقتراب عيد الفطر ينتقل عدد كبير من التونسيين للاحتفال بهذه المناسبة مع عائلتهم. تحت شعار حياتك قبل مساجاتك، نظم المرصد الوطني لسلامة المرور حملة توعوية للحد من حوادث الطرقات. توعية مستعملي الطريق بضرورة وضع حزام الأمان والتخفيض في السرعة وتجنب كل ما من شأنه أن يمثل خطرا على سلامة الراكبين هو ما يقوم به أعوان المرصد الوطني لسلامة المرور في محطة استخلاص الطريق السريعة. عمل دؤوب يقوم به المرصد من أجل الحد من حوادث الطرقات والتقليص في الخسائر البشرية والمادية. تدخل في إطار الاستعداد إلى عطلة عيد الفطر، بطبيعة الحال زاد كذلك في إطار زاد برنامج العطلة الآمنة 2017، موجودين اليوم في محطة الاستخلاص بالفجأة باش حبينا نعطيو بعض النصائح للمواطنين في إطار توعيتهم من خلال المخالفات اللي قاعدين نرصدوا فيها في المرصد الوطني للمرور، اللي هي مخالفة الإفراط في السرعة اللي قاعدة تقتل لنا معناها في عدد كبير من الخط على طرقاتنا، كذلك مخالفة السهو عدم الانتباه. دونك حبينا زاد كذلك في الإطار هذايا نعملوا زاد على وعي المواطن. حملة جعلت بعض المخالفين يراجعون سلوكياتهم المرورية، خاصة أن البعض لم يكن واعيا بالمخاطر التي قد تنتج عن سهو عن بعض الجزئيات التي قد تكون قاتلة، وقد استحسن مستعمل الطريق هذه الحملة. مش واحد ما يخافش على صغاره، أما معناتها مش نجري معناتها نبدا قاري حسابي معناتها اللي كوني هذا صغار. حتى في الجزائر نديروا السبتة، وفي تونس نديروا السبتة، بارتو نديروا السبتة، سبتة ملاحة على الحق، سبتة قلاو العظيم. باهي على الاخر وتساهم في حماية المواطن وخاصة الصغار والعباد اللي تجري برشا في الطريق. هي بادرة طيبة، إن شاء الله معناتها عند اللي باش يتقبلوهم إن شاء الله يكون عندها وقع، معناتها عند الناس اللي باش ياخذوا لي ديبليون ويسمعوا لي ميساج هذوما. بفضل مجهودات حرس المرور فقد تقلصت نسبة الحوادث لهذه السنة حسب إحصائيات مرصد المرور، لكن يبقى أهم عامل للحد من إرهاب الطريق هو وعي المواطن. ومع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر تتكثف أيضا الحركية لاستكمال ما تبقى من مستلزمات العيد. كاميرا الأخبار رصدت أجواء آخر الاستعدادات. فرع صغيرات يا مدام، يلا يا بنات يلا يا سيدي. هو العيد حين تختزله كلمة وتجسده ابتسامة وتنقله صورة، فكل شيء هنا يتحدث فرحة. ألعاب، ملابس، حلويات وغيرها يتجول بينها التونسي لاستكمال ما تبقى من مستلزماته قبل ساعات من حلول عيد الفطر المبارك. محليه جو تونس وعيادي وسنين دايما هبط صغار اليوم سبيسيالمون باش يشيخوا. صحيح حالينا الحلو جونا باهي مريقلين كان نعملوا في دورة. عندي أنا خمسة صغيرات ما شاء الله، أنا هذه مزاد كان هذه باش ناخذ لها الصباط ونشوفوا الأسوام خويا اش تحب نقول هكاك. كل شيء باهي والله، ديما فرحانين كي نروحوا في تونس نعيدوا لهنا. ما زلت ندور شوية إن شاء الله، وإن شاء الله نلقى حاجة ما توتيها وهي هي علم كل الحوايج. تاني كلمة في نفس العيد الليل الحي موجود الحق، كل شيء موجود، خيرات كل شيء موجود. الأسواق مناسبة مش حق مش غالية الأسواق. شوية حوايج ووقتها حوايج صغار شوية لعب واحد هكا فهمت، أما غالية شوية السنة، غالية برشا الحوايج وبرشا غالي السنة. زوي صغار عندي شوية نكسيلهم شوية شوية، كان مظل خذينا للمدام مظلش أنا روحنا هكاك. جولة بين محلات بيع الملابس تستكمل بانتظار أمام محلات بيع الحلويات. والله باش ناخذ شوية مقروط هكا. كنتي هذا الكنتي جديدة مخطوبة جديدة نهار 6 ماي ملكت عليها، خديت لها الحلو متاع عيدها وحلو يا أنا خديته شوية حلو مقروض يويو كاو. والله هذيك العادة شوية مقروض شوية بشكوت. عاش يعملوا تو في دار الحلوة؟ لا يعملوا مش ما يعملوش، أما بحكم العباد تخدم وكل تلزم باش تاخذ شوية من برا وكاو. إن شاء الله كل عام وهم حيمخي.
ساعات قليلة إذن قبل حلول عيد الفطر المبارك تشهد فيها تونس حركية مميزة يتقاسم فيها الفرح الكبار والصغار. وفي عيد الفطر لا تغيب الحلويات عن موائد التونسيين في مختلف الجهات، لكن بين من يمكنه إعدادها في المنزل بطريقة تقليدية ومن فضل شراءها تختلف الاختيارات. هكذا بدت طلبات الحرفاء قبل عيد الفطر ببعض محلات بيع الحلويات، طلبات جاهزة لحرفاء يستعدون لاستقبال عيد الفطر مناسبة لا يستغنى فيها عن طبق الحلويات. هو كل قدير وقدر، فما تكون ليش الكمية كبيرة كمية صغيرة، وحسب كل واحد حسب الميزانية متاعه وحسب المقدار اللي يستحق له يعني. وفي نهاية الأمر يعني هو ابتهاج بالعيد وفرحة للصغار وللشباب. فميل الأحباب مثلا إنسان كما أنا من دريم أزيد الحلو باش نمشي نعتمد بناتي ولولادي وعند كل شيء باش ننزلوا لفرنسا. نشرب حلو عربي كعك ورقه والبقلاوه والكعابر والسبيسيال. وتشهد محلات بيع الحلويات اقبالا كبيرا في حين كان تحضيرها في البيوت من اهم طقوس هذه المناسبه الدينيه، ولكن انشغال ربات البيوت جعل هذه العاده تتقلص تدريجيا. قبل كانوا ياسر يصنعوا في الدار خصوصا تتلم العائله وكل ويعملوا كل شيء حتى بالتكاليف تكلف اقل. فهمني؟ أما توا بحكم كون الانشغال المرأة في خارج البيت وكل شيء ما عادش عندهم وقت، دونك يخيروا معناتها باش يشريوا وكل قدير وقدروا. فما اللي يعملوا في الدار فما نستشري، وإحنا نعمل شوي في الدار شوي نشري. تكلف برشا معناتها، يتكلف معناتها بالكدا بالكدا، معناتها يلزمك ميزانية معينة مش تاخذ الحلو. ومهما اختلفت وجهات النظر بين من يفضل شراء حلويات العيد من المحلات ومن يفضل تحضيرها في البيوت، تبقى الحلويات طبقا رئيسيا صبيحة العيد بمختلف البيوت التونسية. ومع اقتراب عيد الفطر نظمت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات بالاشتراك مع المعهد الوطني للاستهلاك ندوة صحفية، الهدف هو التحذير من الألعاب التي تشكل خطرا على الأطفال. تجذبهم بألوانها الزاهية وأشكالها المختلفة، فلا يكفون النظر عنها إلا وقد استقرت بين أيديهم. هو حال الأطفال مع اللعب سيما أيام العيد، لعب قد يلحون على آبائهم لاشترائها، إلا أنهم لا يدركون لهم وبعض آبائهم مخاطر بعضها. ناخذ لهم أنا صغار اللعب من غير انتباه، انتباهش يعني للحاجات الأخرى، انتباه الصحي ولا خمم في الجانب قبل معناتها البري ولا قبل كل شيء، الجانب صحي ونشري من المجازان. هو صغير كي يشوف الحاجة ما ينتبهش كونها ما معناها ماهيش صحية، ولا الليسونسيال عجبته ياخوها ما يهموش. وانت دورك هناك ايش باش نعمل؟ لا ننبه شيء نافع ربي. ليش منصب خاطر فيها ريحة غريبة؟ نشري لهم كان من منصب على خاطر نصب أرخص نقدر عليه، الأحوانت ما نقدرش عليه. حاجات ما واحد ما نجمش ياخذهم، حاجة تخوف لصغيره. فما حاجات لعب هكي معناتها كيما عروسة كيما حاجات صغار ما عادي. قرابة 60% من الأولياء يقتنون لعب الأطفال من المسالك التجارية غير المنظمة، هي من بين المعطيات التي قدمت خلال ندوة صحفية حول المخاطر الصحية لبعض اللعب. 58.5% من الأسر التونسية خلال لما نتحسب بحث كنا أنجزناه سنة 2015 يشري الألعاب هذه معناتها من المسالك غير المنظمة، معناتها من صب ومن المحلات غير المنظمة، والباقي يشريه فقط معناتها من المسالك المنظمة. 2.8% من رؤساء الأسر التونسية يشريوا ألعاب فكرية لصغارهم، لكن والباقي يشريوا إما ألعاب بلاستيكية أو ألعاب إلكترونية. نوعان من المخاطر التي تنجر عن بعض اللعب، إحداها مخاطر خارجية وتسبب فيها بعض اللعب كالمسدسات القاذفة للكويرات وما يعرف بالفوشيك واللعب التي تحتوي زوايا حادة. هذوما لعب تنجم تضر العين، تنجم تضر معناتها الأطراف، فما أضرار داخلية هي جاية من المواد الكيميائية المكونة للعبة بيدها. هذه مخاطر تنجم تكون مخاطر حينية كما تسبب أمراض حساسية، لكن فما زادة أمراض تراكمية هي أنه المادة هذه تقعد في جسم الصغير بالاستعمال المتكرر لها تنجم توصل حتى الأمراض السرطانية. كما تم أيضا تقديم بعض المعطيات حول المحجوزات والإصابات السنة الفارطة. ألعاب الشبيهة بالأسلحة النارية 2438 وحدة، 2016 تم رصد 5 إصابات في صفوف الأطفال استوجبوا 3 منهم إلا البقاء بالمستشفى.
نصائح عديدة قدمت أيضا، من بينها ضرورة اقتناء اللعب من ثقة البيع المنظمة والمراقبة، بالإضافة إلى التثبت من التأشيرة الموجودة عليها وتجنب تلك التي تحتوي زوايا حادة أو التي تتفتت بسهولة. وتجري في ولاية الجمهورية بعد قليل عملية تحري هلال شهر شوال لمعرفة هل سيكون غدا الأحد متمم لشهر رمضان أو أول أيام شوال وبالتالي عيد الفطر. لمزيد من التفاصيل معنا من دار الإفتاء مفادة الأخبار حنان القاسمي، ومن هضبة سيدي بالحسن شادلي مفادة الأخبار أيمن الرابعي، لكن البداية ستكون مع حنان من دار الإفتاء. حنان، كيف هي الأجواء الآن ومتى سيتم التحقق من تحري هلال العيد؟ من دار الإفتاء، سوف ينطلق بعد قليل تحري هلال عيد الفطر المبارك. اللجان الجهوية للرصد سيرفعون إفاداتهم إلى سماحة مفتي الجمهورية، وبالطبع بعد الاستيفاء بكل هذه الإفادات سوف يلقي مفتي الديار التونسية كلمته، إما أن يكون يوم غد هو أول أيام عيد الفطر المبارك أو يوم الاثنين. نشير إلى أن بعض الدول العربية والإسلامية قد أعلنت اليوم أن هو يوم غد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بالنسبة إليها. ونذكر ليلى أن قيمة الزكاة حددت لهذا العام 2017 الموافق ل 1438 هجريا، حددت بقيمة 1500 مليم، يجب إخراجها بطلوع فجر يوم عيد الفطر المبارك وقبل صلاة عيد الفطر. شكرا لك حنان القاسمي مفادة الأخبار إلى دار الإفتاء. وفي انتظار أن يكون أيمن الرابعي من هضبة سيدي بالحسن الشادلي جاهزا نواصل النشرة. من المنتظر أن تشهد أيام عيد الفطر وخاصة من الاثنين إلى الأربعاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة تصل إلى 44 درجة في بعض المناطق، مع ظهور يشهيل في أغلب مناطق البلاد، متجاوزة بذلك المعدلات العادية لمثل هذه الفترة من شهر جوان وفق المعهد الوطني للرصد الجوية. تم ليلة البارحة توقيع اتفاقية الزيادة في الأجور في القطاع السياحي لسنة 17 و2000 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنزل، كما تم الاتفاق على الدخول في مفاوضات اجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي في شهر فيفري القادم. زيادة قدرت ب 6% على كامل شبكة الأجور و 6% في قيمة المنح القارة والعامة يتم اعتمادها بداية من شهر ماي، مثلت مضمون اتفاقية الزيادة في أجور العاملين في القطاع السياحي التي وقعها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية للنزل. الاتفاق هذا يشمل الزيادة لمدة سنة لسنة 2017، تبدأ الزيادة مفعول الزيادة من شهر ماي، وقيمة الزيادة هي 6% على الأجر الأساسي في شبكة الأجور و 6% على المنح من القارة. كذلك أني ندخل في مفاوضات اجتماعية بجانبها الترتيبي والمالي في شهر فيفري من سنة 2018. احنا ان شاء الله الموسم السياحي يتحسن، وان شاء الله تونس ترجع في السيستم، معناها في اللعبة في البحر الأبيض المتوسط، باش وقت احنا نجمو نحسنوا في الأسعار نتاعنا ونحسنوا في ليتو دوكيباسيون، وقتها حتى الزيادة تنجم تكون أخف من اللي هي باش تكون توا. زيادة اعتبرها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي تأتي في وقت بدأ فيه قطاع السياحة يستعيد توازنه تدريجيا، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة لإجراءات هامة لدعم القطاع السياحي. هذا الاتفاق هو جزء من هذه المرحلة الجديدة، من مرحلة التعافي. التعافي من خلال السياحة هو مظهر مظاهر التعافي الشامل اللي قاعد تشهده تونس الآن، في دل عليه الكثير من المؤشرات الإيجابية. هذا وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيعرض في شهر جويلية القادم على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. باش يعطي معناها النظرة الحقيقية على عقلية المجتمع التونسي في أننا نلتقي على قاعدة الاختلاف الرأي ونجدوا حلول لمشاكلنا كلها بالحوار الهادئ والهادف وليفضي لنتائج ملموسة. كما أكد نوردين الطبو بأن الاتحاد سيعمل بداية من الأسبوع القادم على فض ملف المفاوضات الاجتماعية في قطاع الصحافة المكتوبة وحلحلته، والبحث عن حلول للإشكالات المطروحة لمديري الصحف في علاقة بالحكومة.
عودة لأجواء رصد هلال العيد، وأيمن الرابع مفاد الأخبار إلى هضبة سيدي بالحسن الشاذلي أصبح جاهزا. أيمن، كيف هي الأجواء الآن في هضبة سيدي بالحسن الشاذلي؟ نعم ليلى، بعد قليل تنطلق عملية رصد هلال شوال. كما تلاحظون خلفي يعني هناك كالعادة جمع من المواطنين، بعض الأئمة والوعاظ، بعض مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي لرصد هلال شوال. هناك طرق يستعملونها، منها الطرق التقليدية كالحساب أو الاستئناس بالحساب. كما نلاحظ أيضا وجود تلسكوبات متطورة أيضا لرصد الهلال. معي سمير بن عبد الله مدير الجوفيزيا بالمعهد الوطني للرصد الجوي ليحدثنا عن هذه الظاهرة الفلكية بأكثر عمق. سي سمير، كيف تسير العملية؟ العملية تنطلق من تجهيز المناظير الفلكية اللي يقع استعمالها في عملية الرؤية، وقبلها يقع إعداد الحسابات الفلكية اللي نمدوها لفضيلة الشيخ مفتي الجمهورية في جلسة عمل خاصة حتى يكون على بينة بالمعطيات الفلكية المتوفرة بالنسبة للشهر. بالنسبة للشهر هذا الاقتران صار اليوم الفجر في 3:31 متاع الصباح. أول إمكانية للرؤية تمت في 3:36 في أفريقيا الوسطى، ومعناتها من البلدان اللي هما بعد مدغشقر اللي عندهم غروب شمس في اللحظة هذيك، يعني في 3:36. ومعناتها تتواصل العملية من في الاتجاه الغرب، يعني بالبلاد يبداوا يشوفوا الهلال. مع الأسف بالنسبة لنا احنا في الجمهورية التونسية الارتفاع مش كبير برشا، برغم اللي مكث القمر في المكان هذايا باش يبلغ 19 دقيقة، الهلال موجود وباش نحاولوا ان نتمكنوا من رؤيته ان شاء الله. شكرا. هذه هي أهم المعطيات الآن ليلى بهضبة سيدي بالحسن، وإلى في انتظار كلمة مفتي الجمهورية. شكرا لك أيمن. نوصل الآن بقية أخبار النشرة. فقد أعربت تونس عن إدانتها الشديدة للمخطط الإرهابي الغادر الذي استهدف أمس الحرم المكي، وتسبب إحباطه في إصابة عدد من رجال الأمن والمواطنين بجروح. وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية أن تونس التي ترفض بشكل مبدئي كل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف تؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الآفة الخطيرة، واعتبرت هذا الفعل الإجرامي اعتداء سافرا على أمن المملكة واستقرارها وعلى حرمة المقدسات الإسلامية وعلى مشاعر ملايين المسلمين في شهر رمضان. اعتبرت قطر أن لائحة المطالب الصادرة عن عدد من دول الخليج لإنهاء الأزمة غير منطقية وتتعدى سيادتها قبل انتهاء المهلة الممنوحة لها، وهي 10 أيام لتنفيذها من أجل رفع الإجراءات التي اتخذتها في حقها. في أجواء رياضية لافتة اختتمت مساء أمس في ملعب البحر بن سعيد في العمران تظاهرة كأس الحومة في كرة القدم، ويشارك فيها شبان يمثلون 7 أحياء في العاصمة. لا أدري إن كان الروبورتاج جاهز. الزملاء في الحافلة. داخلية السعودية في بيان لها اليوم أن قوات الأمن أحبطت عملية إرهابية في وقت متأخر من ليلة أمس على المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة، بعد أن حاصرت الشخص الذي كان يعتزم شن الهجوم داخل شقة سكنية حيث فجر نفسه. وأضاف البيان أن هناك مجموعات تمركزت في 3 مواقع وكانت تستهدف الحرم المكي حيث تجمع 10,000 من المصلين. كما جاء في البيان أن 3 خلايا خططت للهجوم على المصلين وقوات الأمن في المسجد الحرام. وقال مصدر وزاري أن الانتحاري تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن ثم فجر بعد ذلك نفسه عندما حصر في منزل في حي أجياد المصافي بوسط مكة كان يستخدم كقاعدة للهجوم، وانهار المبنى وأصيب 6 أجانب وخمسة من أفراد الأمن. وبحسب السلطات السعودية فإن العمليات الأمنية أسفرت عن القبض على 5 من عناصر الخلية الإرهابية بينهم امرأة بعد مداهمة مواقعهم، وباشرت الجهات الأمنية على الفور تحقيقاتها ورفع الأدلة في مكان التفجير والتثبت من هوية الانتحارية.
وشدد مصدر وزاري على أن أعضاء الخلية الإرهابية ينفذون خطة تدار من الخارج هدفها زعزعة أمن البلاد واستقرارها، وللإشارة فإن هذه ثاني عملية من نوعها ضد أحد الأماكن المقدسة في السعودية في أقل من سنة. إذن كان هذا التقرير حول الهجوم الذي جد أمس في السعودية، وننتقل الآن إلى الروبورتاج حول الأجواء الرياضية اللافتة التي اختتمت بها مساء أمس في ملعب البحر بن سعيد في العمران تظاهرة كأس الحومة في كرة القدم التي شارك فيها شبان يمثلون 7 أحياء من العاصمة. بتتويج شبان حي هلال انتهت مساء أمس في ملعب العمران تظاهرة كأس الحومة في كرة القدم المخصصة لولاية تونس. والله لما به لما حاله واحد يرجع للاصل نتاعو، خرجنا كلنا حوم عربي لعبنا الكره في الحومه العربي، ترى معناتها لما فيها العديد من الوجوه الباهيه. الفو ترافايي سوكسا على الحومه نتاعنا، الاصول نتاعنا اللي احنا فقدناهم، هات ليدونتيتي نتاعنا شنو هي؟ هي حومتنا، فهمني؟ كل واحد عنده حومه الانتيريور دروي ثم حومه. شباب حي هلال فازوا في المباراه النهائيه على حي جبل الاحمر بنتيجه 2-2. كنا في تونس توا يعمل في 3 سوايع في الجمعة الفوتبالور الصغير، في فرنسا يعمل في 10، في هولندا يعمل في 14، يوصل حتى 20. يعني الذي كان قبل كان مسكر بالبطحة، كان الصغير ديما كل يوم يهبط للبطحة، كل يوم يكور. كأس الحومة تظاهرة تسعى من خلالها وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى توجيه العناية والاهتمام بالرياضة في الأحياء الشعبية. ظهرت هذه الساعة راهي تعطي روح رياضية، وتعلم صغيراتنا مكافحة العنف، تعلم صغيراتنا كيفاش اللي التنافس في أجواء يعني طيبة، كيف يقبلوا بعضهم زادة، هذه الكل في إطار استراتيجية كاملة اللي احنا قاعدين نخدموا عليها الحقيقة من أول السيزون. تشجيع شبان الأحياء الشعبية على ممارسة الرياضة والنشاط البدني قد يسهم في حمايتهم من الانزلاق في متاهات العنف والتطرف، ويذكي فيهم روح التنافس وقبول الآخر. في الختام إليكم تذكيرا بالعناوين: حملات توعوية للحد من حوادث الطرقات خلال عطلة عيد الفطر، والعائلات تتابع آخر تحضيراتها للمناسبة. لجان الرصد والتحري ومواطنون يتقصون هلال شهر شوال ويرفعون إفاداتهم لمفتي الجمهورية لتحديد أول أيام عيد الفطر. توقيع اتفاقية الزيادة في الأجور في القطاع السياحي للسنة الحالية بين المنظمة الشغيلة وجامعة النزل، والاتفاق على مفاوضات ترتيبية ومالية. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة، شهية طيبة وإلى اللقاء.